اسيدي انا الدار ديالي قبلت السوق شويه، حنا كنا كنفطروا واحد الساعه قالت لي بنتي اماما العافيه العافيه العافيه، واحد الساعه خرجت انا كنجري كنجبر العافيه شاعله في الوز السوق، طالعه ديك العافيه من الارض حيت مطارب كاينين بزاف هنايا. واحد انا جريت لهاد الناس اللي جالسين في القهوه يلا نقدوا نقدوا نقدوا، جيت معاهم انا بيدي تحشيت معاهم بس كنخرجوا من الطارب، بدينا كنخرجوا من الطارب، واحد السيد تما عنده الرزق ديالو هنا عنده مطارب ماريوس وكل شيء كنغوت عليه باغيه، هزيت انا التليفون بديت كنعيط للاسعاف، بديت كنعيط من الرقم 19 ديال بومبيروس والشرطه، عيطنا لهم شويه جاو شويه جاو بداو كيطفيو تشعل في السوق كامل، وزعما هذا السوق هذا راه مهمل الطريق الى نجيو نهضروا السوق مهمل، لان هذا السوق هذا كان اخر ما يمكن كيوقع له هيدا، كيباتوا فيه السكيريه سكروا، كيباتوا الشمكاره هنايا كيقمروا كل شيء كيكون في وسطه، والله ما هذا منكر على حسب هذا السوق، هذا السوق خصو يكون خصو اعاده الهيكله باش يقدر يمكن يتصلح هذا السوق ويزيان ويتعود، ومن يوقع له هذه مشيئه الله والحمد لله. اسيدي انا في الصباح القهوه فطرت مشيت حالي رجعت للدار ما كاين حتى شي حاجه، السوق عادي واحد شويه كنطلع من الشارج تيبان لي الدخان، جيت كنسبك كنجبر العافيه شعله لا بومبيه لا حول ولا قوه الا بالله والسلام، بقى ما عرفناش بالضبط شنو كاين، العافيه ناتت تكون واش الضو واش شي واحد كان كيكبي تما الله اعلم، الله عافيه على جماعه الله نقول لك السوق خصو يتنقى صراحه الله، هادشي اللي كنشوفو لا حول ولا قوه الا بالله والسلام، انا ما عندي حتى شي دخل انا كمواطن ضد الحومه، جيت كنجري مع الناس هنا باش نتعاون معاهم نخرج معاهم السرعه ديالهم، كاين اللي نقدناها كاين اللي ما نقدناهاش. السلام عليكم، انا متطوع بغيت نتعاون مع خوتي، وقع الحريق في السوق ديال بنرتين حي الديزا، تعاوننا في سبيل الله غمرنا بحياتنا وداك الشيء كل شيء في سبيل الله وكل شيء يعوض الله ان شاء الله الحمد لله. هذا الشيء اللي كاين حريق كبيره، كنتمنوا من الناس كاملين تاهما يتعاونوا الا وقع شي حريق بحال هكا ولا شي مشكل تاهما يتدخلوا يتعاونوا في سبيل الله وكل شيء يعوض الله ويجبروها في ميزان الحسنه. السلام عليكم، حنا من حي الديزا سكنه حي الديزا مرتين، احنا كنتفاجئوا بهذا الحريق الصراحه ما عرفناش شنو اللي وقع في هذا الحريق هذا، حنا هنايا في هذا السوق هذا كنترزقوا فيه ونا غير الناس المساكين، ما كاينش زعما شي واحد اللي يقول راه مسكين عنده ولا، بالنسبه لي انا عاود عندي العيال عندي ربعه العيال مسؤوليه كبيره وعندي اليتامى وكنبيع على برا ما عنديش حتى بلاصه لداخل، انا كنبيع على برا الترابو وكننزل لهم هنايا بالليل وكنمشي بحالي لداري، غير البارح ما كان حتى شي حاجه، البارح عاد كنت انا فرشه هنايا ما كان حتى شي حاجه، غير ترابو هكا كنبيعو هكا كنترزق به، الله عايده وليدات كيجمعوا الشطاره وداك الشيء وكنجمعوا ديك الترابو اللي عندي هيدا في الدار ولا اللي جمعنا بصبابات بحويجات هيدا غير ترابو كنترزقوا به الله، كنخلصوا به ديك الكرا وعندي المسؤوليه ديال اليتامى ربعه العيال، وانا الصراحه مني قالوها لي الناس وداك الشيء جيت انا تصدمت، جيت انا ديك 12 ونص جبرت انا كل شيء شاعل فيه العافيه ما جبرت ما نقد كل شيء مشى صراحه، هي هادي كل شيء مشى الناس كامله راه كاين اللي مشات له شحال الملايين، وصراحه هي هادي انا تصدم صدمه كبيره والله العظيم الا صدمه كبيره، وانا كنطلب من السويقات يشوفوا من هاد الحاله ديال الناس هادو ويشوفوا من حاله السوق هذا شو كيفاش يعملوا لهاد الشيء هذا. الوقعة سيدي كي تسمى حنا كنا جالسين في القهوة مع الدراري تنشوفوا العافية شاعلة في السوق، واحد العافية مجهدة بزاف، وكي تسمى عيطنا الناس للوقاية عيط المقدم، أنا بد عيط المقدم صونيت عليه قلت له العافية راه شاعلة في السوق، كي تسمى وجات الوقاية وجاو الناس والحمد لله ما وقعت لا خسائر بزاف لا ضحايا لا والو، الناس حرقوا لهم شوية ديال الحوايج الله يحسن العون، اللي تحرقت له شي حاجة الله يجعل ربي يعوضها له بزاف، كاين اللي تحرق له بزاف الله يحسن العون، وراك عارف الظروف دابا الإنسان يا مارتين ما كاينش الخدمه وما كاينش بزاف د المواقف ما كاينينش كيتعمدوا على البيع والشراء، فهمتي كيتعمدوا على البيع والشراء، ودابا اكثريه الناس حرقوا من الحوايج البيع والشراء فهمتي، ونطلبوا الله الخير بعدا ملي ما تاذاش شي واحد الحمد لله والله الله 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 يجيب لهم الله يعطيهم الصبر. اسيدي حنا انا والاصدقاء ديالي جينا جلسنا في هذه القهوه مباشرة ما كملاش خمسة دقائق كنشوفوا العافية شحال فين كاين هاد هنا في هاد هنا في هاد لوكال هادي، هنا كان داكشي ديال الأثاث المنزلية القديمة، المشكل هو أن موالين السلعة حاضرين، اللي هنا هما عندهم السلعة ديالهم هنا حاضرين شفناهم يعني بعينينا خارجين كيجريو كيقولوا غوطوا البومبية
ونقذونا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. يعني في رمشة عين كانت العافيه يعني حاولوا هما ينقذوا باش غادي يجيبوا يعني يفرقوا ذاك الفراش ديالهم يهربوا به لهنا، ولكن يعني السرعه ديال العافيه كانت يعني اسرع منهم، وجاو المواطنين الشباب جزاهم الله خيرا باش غادي ينقذوا الموقف، ولكن العافيه تغلبت عليهم. وكنقولوا واحد الحاجه، الناس اللي كيديروا هذه الاثاث المنزليه وهذا الفراش يعني وهذه المتلاشيات من الدرجه الاولى كان خصهم ياخذوا الاحتياطات ديالهم، يعني يديروا ذاك القراعي ديال الاطفاء ديال العافيه. لولا كانوا هاد القراعي ربما غاديش تكون هاد الخسائر هادية، يعني كان الممكن باش غادي يتغلبوا عليها وغادي يطفيوها يعني في التدارك في الوقت المناسب. شكرا.